أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسك السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الكلام في رد المطاعن على القرآن الحكيم وقد وصلنا إلى هذا المطعن الذي قال فيه أصحابه من أهل الكتاب أن في القرآن غلطًا وهو قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قالوا إنكم تقولون أن هذا الذي حاج إبراهيم هو نمرود والحال أن نمرود متقدم على إبراهيم بنحو ثلاثمائة سنة، تبين أولا أن نمرود الذي ينسبونه ليس نمرود الذي عندنا، على أن القرآن أساسا لم يذكر اسم نمرود، فيمكن أن يتفصى عن الإشكال بالقول: إن ما في التفاسير يمكن رفع اليد عنه فإنها مجرد أخبار أحد ولكن مع هذا أصررنا على أن نمضي في طريق الرد ليتبين للجميع سخافة هذا الإشكال ووهن هذا المطعم. وصلنا الى نقطه في الجواب او في الرد قلنا فيها انه لا نص في كتابهم المحرف بعهديه القديم والجديد على ان بين نمرود عليه اللعنه وبين ابراهيم الخليل صلوات الله عليه نحو من ثلاثمائة سنة بل هذه هي حساباتهم وتقديراتهم بناء على قولهم إنما بين إبراهيم ونوح عليهم السلام اثنا عشر جيلا وأنما بين نمرود ونوح عليه السلام أربعة أجيال أخذوا هذا من تعداد الأنساب والأسماء في إنجيل لوقا وفي سفر التكوين قالوا بحساب المعدل يكون إذا ما بين إبراهيم ونمرود نحو من 280 وثمانين سنة قرابة ثلاثمائة سنة فاذا اول نقطه نقولها ها هنا انه لا نص وانما هذه حسابات واذا كان الامر حسابات وتقديرات فنحن لنا انه أن, ان نقدر نحن ونحسب على نحو اخر وهو في الواقع ادق وبه يتبين ان نمرود هذا الذي نسبتموه وهو نمرود ابن كوش ابن حام ابن نوح عليه السلام يمكن بشكل عادي ومعقول جدا أن يكون قد أدرك إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أننا كما قدمنا لا نلتزم بأنه هو نمرود الذي حاج إبراهيم في خلق في خلقه وإنما هو نمرود آخر إذا المنسوب عندنا إما نمرود بن كنعان وإما نمرود بن كوش بن كنعان أيا يكون كيف نحسب نحن من جانبنا؟ التفتوا بعض الشيء نحن نقرأ في سفر التكوين عندهم أن أعمار رجال تلك الفترة أعمار رجال تلك الفترة كانت متطاولة أعمارهم كانت متطاولة يعني المعدل قرابة أربعمائة إلى خمسمائة سنة أربعمائة إلى خمسمائة سنة كانوا يعيشون هذا هو تقريبي كمعدل ومعظمهم تقريبا كانوا هكذا. مثلا لاحظوا هذه الفقرات من سفر التكوين الاصحاح الحادي عشر الفقره العاشره. يقول: هذه مواليد سام سام ابن نوح عليه السلام. لما كان سام ابن مئة سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد خمسمائة سنة وولد بنين وبنات وعاش أرفكشاد خمسا وثلاثين سنة هذا عمره كان قصير وولد شالح وعاش أرفكشاد التفتوا هنا قد واحد مثل ما عبرنا عمره قصير صحيح بس أنت لازم تلاحظ بقية الفقرات لأنه هو يجمع بعدين الفقرات يقول أولا وعاش أرفكشاد خمسا وثلاثين سنة وولد شالح

فشوف هم مقارب إلى خمسمية أرفكشاد التفت يقول أولا وعاش أرفكشاد خمسا وثلاثين سنة وولد شالح ابنه يعني ولد له شالح لما كان عمره ماذا خمس وثلاثين سنة وبعدين كمل من بعد ولادة شالح هذا ابنه عاش أيضا من بعدش قد وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح أربعمائة وثلاث سنين وولد بنينا وبنات زين. وعاش شالح ثلاثين سنة وولد عابر وعاش شالح أيضا نفسه هو بعدما ولد عابر أربعمائة وثلاث سنين فيصير شيد المجموع أربعمائة وثلاث وثلاثين سنة وولد بنين وبنات وعاش عابر أربعا وثلاثين سنة وولد فالج وعاش عابر بعدما ولد فالج أربعمائة وثلاثين سنة وولد بنين وبنات إذا تلاحظون ها هنا ماذا؟ أن رجال تلك الفترة ما بعد الطوفان هؤلاء أبناء نوح وأبناء أبناء أبناء نوح وأبناء أبناء أبناء نوح أحفاده وأحفاد أحفاده متوسط أعمارهم ماذا بين أربعمائة إلى خمسمائة سنة كانوا يعيشون زين إذا أول نقطة ها هنا أن المعدل الجيلي الذي اعتمدتم عليه يا أيها الطاعنون على القرآن الحكيم هو هراء لأنكم اعتمدتم على المعدل الجيلي بمتوسط ماذا 35 سنة قلت 35 سنة اللي هو المعدل المعروف في أيامنا الآن قلتوا بين نوح وبين نمرود أربع أجيال نضربها بخمسة وثلاثين يطلع شقد يطلع 140 سنة وبين نوح وبين إبراهيم 12 جيل نضربه في 35 420 سنة فالنقص هذا من هذا يصير ما بين نمرود وبين إبراهيم حسب هذا المعدل 280 سنة يعني 300 سنة إذا كيف التقيا زين هذه غفلة عن المعدل الذي يذكره كتابكم المقدس على معدل الكتاب المقدس مفروض تحسب المعدل 400 إلى خمسمائة سنة الجيل الواحد مو خمسة وثلاثين سنة فإذا كان الأمر هكذا يصبح طبيعيا أن يتطاول بهم العمر إلى أن يدركوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاصة إذا لاحظنا هذا الأمر. انه بعدما حسب يوم او سنه ميلاد ابراهيم عليه السلام ايضا جعل هنالك حساب اقصى مده ما بين الطوفان وما بين سنه ولاده ابراهيم عليه الصلاه والسلام على الحساب المعتمد على سفر التكوين الاصحاح الحادي عشر اقصى مده يكون ولد ابراهيم عليه السلام بعد الطوفان بنحو 352 سنه او 360 سنه يعني من يوم الطوفان الى يوم او سنه ولاده ابراهيم عليه السلام على اقصى تقدير 360 سنه زين إذا ثلاثمائة وستين سنة فقط فكيف لا تتوقع أن يدركه من بينه وبين نوح عليه السلام أربعة أجيال فقط ومتوسط عمر الواحد أربعمائة إلى خمسمائة سنة يعني نمرود ابن كوش ابن حام ابن نوح هسه اقول كل واحد عايش 400 سنه حتى مو 400 سنه اذا كل واحد عاش 100 سنه فقط فقد ادرك ماذا؟ ادرك الاخير اللي هو نمرود ادرك من؟ ادرك ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فكيف اذا كان المعدل 400 الى 500 سنه فشوفوا المغالطه الذي المغالطه التي اتبعها أهل الكتاب في محاولتهم الغمز على القرآن الحكيم الرصين الذي لا يمكن الغمز عليه راح غالطك حسب معدل الأعمار على معدلات أعمارنا الحالية 35 سنة وما التفت إلى ما في كتابه المقدس من معدلات الأعمار أنا إذن رجالات تلك الفترة وأعمار تلك الفترة وهذه مغالطة بينة هذا انما يدل على عجز هؤلاء لما يجد نفسه هو يريد ان يشكل على القرآن بأي وسيله وهو في المقابل لا يلتفت الى ما لديه في كتابه اساسا انت يفترض ان تعتمد على كتابك انت الذي تحتكم لكتابك لا نحن فكيف انت تتغافل عن هذه المعدلات في كتابك وعن هذه الاعمار المضبوطه لان هذه اعمار مضبوطه فيها نصوص هذه الاعمار المضبوطه وتقول اذا لا يدرك ابراهيم والحال انه بهذا يدركون كلهم يدركون ابراهيم حتى انا اتذكر قرات لواحد من كتاب النصارى الذين هاجموا الاسلام من جمله ما ذكره بالمناسبه يعني مو في هذه النقطه انه اصلا نوح عليه السلام ادرك إبراهيم تصدق أدرك أدرك من عمر إبراهيم وحكى له ما جرى في الطوفان فإذا نوح أدرك إبراهيم فكوش ابن حام عفوا نمرود ابن كوش ابن حام ابن, ابن, ابن نوح لا يدرك إبراهيم يعني نوح يدرك حفيده الخاء اللي بينه وبينه ايش قد تقولون؟ تقولون 12 اب ومن بينه وبين ابراهيم عليه السلام اقل من نوح فيكون هذا ما يقدر ان يدرك ابراهيم عليه السلام كيف هكذا تقول فهذه مساله جديره بالالتفات، اذا القضيه اذا كانت قضيه حسابات ومعدلات فحساباتنا اضبط من حساباتكم هذا لانها تعتمد على ما تلتزمون به انتم في سفر التكوين كتاب مقدس عندكم اخذنا المعدلات من كتابكم. وثانيا هو على التنزل والتسليم بان نمرود الذي تقصدونه هو نمرود الذي حاج ابراهيم في ربه كما في القران الحكيم والا نحن لا نلتزم بهذا لما تبين وقلناه في الجزء الاول من هذه من هذا المبحث الامر الاخر انه ان لنا ان لنا اساسا ان نعتمد على تعداد الاجيال الذي ذكرته كتبكم المقدسه يعني انتم تقولون ان ما بين نوح ونمرود اربعه اجيال ليش لان سفر التكوين هكذا يقول وما بين نوح وابراهيم اثنا عشر جيلا لان انجيل لوقا هكذا يقول اولا من قال انه يمكن الركود الركون الى هذا المذكور في انجيل لوقا او في سفر التكوين من قال انه يمكن اساسا الاطمئنان لهذا المذكور في هذه الصفحات من تعداد الاجيال لا يمكن الركون الى هذا ولا يمكن الاعتماد عليه لماذا لأنه إذا كان كتابكم المقدس هذا في أهم شخصية تعتقدون بها أنتم النصارى وهي شخصية المسيح ابن مريم عليهما السلام تفاوتت الأجيال وقع التهافت فيما بين نسبين ذكرتما ذكرتم هذين النسبين للمسيح عليه الصلاه والسلام. شلون نقدر نعتمد احنا؟ يعني اهم شخصيه عندكم يا معشر النصارى من هي؟ تقولون المسيح عليه السلام. المسيح حين انتم نسبتموه اختلفتم انجيل متى قال شيئا وانجيل لوقا قال شيئا اخر. هذا اعطاه نسبا وذاك اعطاه نسبا اخر فلما نظرنا في النسب الاول وجدنا الاجيال تختلف عدد الاجيال ما بين المسيح وما بين ابائه اكثر من عدد الاجيال التي أو تختلف عن عدد الأجيال التي ذكرها إنجيل لوقا إذا كانت أهم شخصية عندكم ما استطعتم أن تضبطوا نسبها والأجيال التي تفصلها تفصل ما بينها وبين جدها داود عليه السلام طيب إذا كيف يمكن أن نسلم أو نطمئن إلى ضبطكم لأنساب نمرود وإبراهيم عليه السلام والاجيال التي كانت تفصل بينهما وبين نوح النبي عليه الصلاه والسلام. هذا امر غير منطقي. انت كتابك متهافت. كتابك مشحون بمثل هذه الاغلاط الفاضحه، وثم تريد بعد ذلك ان تؤسس عليه قاعده وتحاكم عليه القران الحكيم؟ كيف يتم هذا؟ لاحظوا اخواني نسب المسيح عليه السلام عندهم مذكور في موضعين الموضع الاول في انجيل متى احد الاناجيل الاربعه في الاصحاح الاول وكذلك في انجيل لوقا في الاصحاح الثالث نقرا احنا ما جاء في انجيل متى يقول هذا بدءا من الفقره الثانيه يقول ابراهيم ولد اسحاق زين واضح واسحاق ولد يعقوب واضح كذلك ويعقوب ولد يهوذا واخوته ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار وفارص ولد حصرون وحصرون ولد ارام وارام ولد عمي ناداب وعمي ناداب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز من راحاب زه وبوعز ولد عبيد من راعوث وعبيد ولد يسى ويسى ولد دَاوُودَ الملك أريدك هنا تدقق من هنا نبدي إحنا نريد نثبت ما بين المسيح عليه السلام وما بين داود عليه السلام نريد نشوف كم جيل فاصل بينهم وشنو الأسماء تختلف عن أولئك وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا لأنه هم عندهم أنه داود نعوذ بالله ماذا قدم أوريا للحرب حتى لأنه أعجبته امرأته وهي تغتسل فقدمه للحرب حتى قتل ونكحها تزوجها فولدت له سليمان عليه السلام يعني شوف القضية هكذا وهذه منها الإسرائيليات هذه تسربت إلى أين؟ إلى كتب المسلمين بشكل عام وآمن بها أهل الخلاف مع الأسف الشديد يقول وداود الملك ولد سليمان من التي يعني من المرأة التي لأورية كانت لأورية وسليمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أبيا وأبيا ولد آسا وآسا ولد يهو شافاط ويهو شافاط ولد يورام ويرام ولد عزية وعزية ولد يوثام ويوثام ولد أحاز وأحاز ولد حزقية وحزقية ولد منسى ومنسى ولد آمون وآمون ولد يوشيا ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل وبعد سبي بابل يكنيا ولد شألة إيل وشألة, وشألة إيل ولد زرب بابل وزرب بابل ولد أبي هود وأبي هود ولد ألياقام أو ألياقيم وألياقيم ولد عازور وعازور ولد صادوق وصادوق ولد أخيم وأخيم ولد أليود وأليود ولد أليعازر عازر وألي عزر ولد متان ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. زين. الآن احسب لي من داود إلى المسيح كم جيل؟ كم واحد؟ يطلع ستة وعشرين جيل. ثبتت هذه؟ فإذا إنجيل متى؟ يجعل الأجيال الفاصلة بين المسيح وبين جده داود عليهم السلام ستة وعشرين جيلا زين نكتشف في إنجيل لوقا وهذه كلها أناجيل يفترض أنها موحى بها من الله عز وجل كما هم يقولون نكتشف العجب العجاب الاجيال مختلفة والاسماء ايضا مختلفة في انجيل لوقا في الاصحاح الثالث نقرا من الفقرة 23 ولكن هنا لاحظوا انه هنا يعني النسب جاي من المتاخر الى المتقدم يعني من المسيح الى الاعلى هناك كان من الاعلى الى ال... إلى الأسفل يعني التنازلي تنازل يقول ولما ابتدأ ياسوع اللي هو عيسى عليه السلام كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظن يعني على ما كان الناس يظنونه ابن يوسف اللي هو يوسف النجار ابن هالي ابن متثات ابن لاوي <applause> ابن ملكي أنت ملاحظ الاختلاف في الأسماء ابن ينا ابن يوسف ابن متاثيا ابن عاموس ابن ناحوم ابن حسلي ابن نجاي ابن مآث ابن متاثيا ابن شمعي ابن يوسف ابن يهوذا ابن يوحنا ابن ريسا ابن زربابل ابن شال تئيل ابن نيري ابن ملكي ابن ادي ابن قصم ابن المدام ابن عير ابن يوسي ابن ابن اليعازر ابن يوريم ابن متثات ابن لاوي ابن شمعون ابن يهوذا ابن يوسف ابن يونان ابن الياقيم ابن مليا ابن مي ابن مينان ابن متاثا ابن ناثان ابن داود يعقوب ما ذكر السلسله هذه بس اسمه ما كان. ما مذكور هنا بلي واصلا شوف المهزله هنا شوف بعد هذا واضح يعني هنا يقول اخر شيء يقول ابن ناثان ابن داود هذا بهذا النسب الثاني وهناك بالنسب الأول ابن سليمان بن داود شوف وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا وسليمان ولد رحبعام، <applause> الآن المسيح من ولد سليمان لولد ناثان، ولد ناثان ناثان الأخ الأكبر لسليمان ناثان ابن داود عليه السلام زين أي من أي نسب هو الآن من هذا لو من هذا مهزلة هذه، هذه مهزلة. طبعا النصارى واقعون في حيص بيص في هذا الموضوع. للعلم كثير قدموا تمحلات. منهم من قال النسب الاول من جهة الاب الذي كان يظن يعني يوسف النجار، والنسب الثاني من نسب الام مثلا اللي هي مريم عليه السلام، شايف شلون؟ في حين في النسب الواحد، اولا هما يلتقيان. وما يلتقيان يعني. ثانيا النسب الواحد فيه إشكال النسب الواحد فيه إشكال إما من الطرفين إما من ولد ناثان بن داود وإما من طرف سليمان بن داود أيهما وليس سليمان هو ناثان هذان أخوان طيب شنو الجواب تعرف ماذا يجاوبون؟ اجوبه مخزيه، هسه هذا مو موضوعي ان اذكر كيف يجيبون على هذه الاشكالات، يعني من كان بيته هكذا من زجاج عجيب انه يرمي غيره بالحجر، هذا اللي هشك بيته هكذا كتابه المقدس الخرافي هذا يريد ان يرمي من؟ القرآن العظيم برصانته زين شي يجاوبون يجاوبون شيء مخزي مضحك يقولون انه كان و... يعني هذا النسب الاول بناء على النسب الشرعي النسب الثاني بناء على النسب الواقعي ليش؟ لانه كان اكو صاير هنالك بعض الفواحش، بعض الزنا، بعض ما ادري شنو هالشكل اشياء عرفتوا شلون؟ فلذلك ال... الواقع شيء والسجلات الرسميه شيء اخر فكان لابد لمتى أن يأتي بال... حسب الوحي الإلهي لأنه هذا كله وحي من الروح القدس هذا الروح القدس هو الذي أوحى لمتى أن يكتب هذا الإنجيل والروح القدس هو الذي أوحى للوقا أن يكتب هذا الإنجيل فكل يعني مرة الروح القدس خلى حسب الظاهر ال... النسب الظاهري ومرة حسب ماذا النسب الواقعي إيش هذه المهازل يا أخي إيش هذه المهازل شيء مسخرة بمعنى الكلمة أي دين هذا طبعا هم لا يسلمون يقولون أنه هذه فواحش وكذا لا إنما يتكلمون عن المظاهر التي هي خلاف الواقع يعني هذا أخذ هذه هذا أخذ هذه فصارت أكو مظاهر خلاف الواقع مثل ما عندهم في المظاهر خلاف الواقع أنه المسيح كان ينسب إلى يوسف يوسف النجار اللي هو حسب ما هم يقولون خطيب مريم خطيب مريم العذراء عليه السلام مو زوجها شايف شلون هذه مهازل أصلا ما من ملة للعلم هذا حتى تعرفون ما من ملة هتكت قدس المسيح عليه السلام ولوثته ولوث طهارته صلوات الله عليه مثل هذه الملة التي تنسب نفسها له هذول النصارى شتى الطعونات بمعنى الكلمة مآسي مثلما ما من ملة هتكت قدس محمد صلى الله عليه واله ولوّثت طهارته مثل الملة التي تنسب نفسها له اللي هي البكرية بصراحة احنا مشكلتنا مع هؤلاء هي هذه وما من ملة على وجه الارض تنزه انبياء الله صلوات الله عليهم من كل لوثة ومن كل عيب ومن كل مغمز كالملة الإسلامية الشيعية الرافضية حقيقة ونتحدى بذلك الأمم نحن الذين ننزه الأنبياء من كل منقصة حتى بلغ بنا الحال الآن كما تعلمون رأينا ماذا تنزيههم حتى من ترك أولى. شوف اشقد ارتفاع في التفكير وفي النظرة وفي الاعتقاد بانبياء الله صلوات الله عليهم وهنالك في المقابل اشقد انحدار, انحدار 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 النصارى يعتقدون ان لوط النبي عليه الصلاة والسلام ضاجع بنتيه بنتي بس كانوا ضاحكين عليه، ليش؟ لانه كان سكران سكر والبنتين ضاجعتا اباهما فنسل انبياء جاء من هذا السفاح من هذا هذه المضاجعه الحرام عندهم ولا يرون في ذلك عيبا تتخيل هذا الشيء مثلما البكريون كما تتذكرون جئنا لكم بروايه يروونها عندهم قصة تلك الزانية التي تابت صحيح؟ تتذكرون في احدى حلقات البث المباشر زانية تابت حسب ما هم يروون فالله تاب عليها بزعمهم وزوجها رجلا صالحا فولدت له سبعة انبياء يعني سبعة انبياء كانوا كانت امهم ماذا؟ عاهرة بس تابت أشوف أي منقصة ينسبونها إلى أنبياء الله صلوات الله عليه زين الآن إخواني التفتوا دع عنك الاختلاف الأسماء وأنه النسب الذي في لوقا نسب المسيح إلى ناثان بن داود في حين نسب متى نسبه إلى سليمان بن داود دع عنك كل هذا الآن بس خلينا نشوف تعداد الأجيال تعداد الأجيال كم جيلا فاصلا لأنه أنت تحاكمني تقول أنه نمرود ما التقى بإبراهيم باعتبار ماذا باعتبار الفاصل الجيلي فاصل الأجيال بينهم ولما أقول لك منين جبت هذا أقول من كتاب المقدس طيب هو كتابك المقدس مختلف متهافت حتى في تعداد الأجيال في أهم شخصية أنت تعتقد بها يعني في إنجيل متى تعداد الأجيال، الأجيال الفاصلة بين داود والمسيح و... و عليه السلام ستة جيل، ستة اسم عندك فاصل، في حين في إنجيل لوقا تعداد الأجيال واحد جيل، شوف الفرق، وين واحد وأربعين وين ستة الآن بين داود وبين المسيح عليه السلام ستة وعشرون جيلا أم إحدى وأربعون جيلا كم بماذا تجيب أي جواب قلته هنا نستنسخه هناك شلون تلف وتدور تقول لا هذا من طريق الأم من طريق الأب من طريق ما أدري كذا الظاهر الباطن خلاف ذلك تؤول تلف وتدور نقول لك طيب ولم يمتنع إذن أن الأجيال التي فصلت ما بين إبراهيم وما بين نوح عليه السلام وما بين نمرود وما بين نوح عليه السلام كما في سفر التكوين عندكم وإنجيل لوقا كذلك ما الذي يمنع أن لا تكون هذه مضبوطة على الدقة بحيث لا يمكن الاعتماد عليها وحسابها لأنها تكون من, ج من طرف الأم من طرف الأب من طرف ابن الخالش مدريني الشكل أو أنها ظاهر خلاف الباطن في كل الأحوال لا يمكن الاعتماد على ذلك أنت ليس لديك نص في أن الفاصل بين الرجلين أو بين الشخصيتين ثلاثمائة عام كما تدعي إنما أنت تبني ذلك على حساباتك على تعداد الأجيال زين وتعداد الأجيال في أهم شخصية تعتقد بها متفاوت فكيف تريد منا إذن أن نعتمد نحن على تعداد أجيالكم ما بين إبراهيم وبين نوح وما بين نمرود وبين نوح حتى تطلع للفارق وتقول إذا الفارق الزمني بين الرجلين نحو من ثلاثمائة عام كيف يمكن الاعتماد؟ لا يمكن الاعتماد هذا على أن حتى هذا المعدل كما قلنا مخالف للمعدل الذي يفترض أن تعتمد عليه. أنتم في كتبكم لأن المعدل الذي نراه في كتبكم في سفر التكوين كما تبين لدينا هو قرابة أربعمائة إلى خمسمائة عام وعلى هذا على هذا الذي ذكر في سفر التكوين عندكم يكون من العادي والمعقول جدا أن يعيش ولد كوش الذي هو ابن حام ابن نوح عليه السلام أن يعيش أولاد كوش هؤلاء أن يعيشوا إلى ما بعد الطوفان بأربعمائة سنة أو أكثر من أربعمائة سنة إلى قرابة خمسمائة سنة يعيشون طبيعي ما بعد الطوفان إذا حسبنا هذا الشيء طيب هذا الذي أنتم تسمونه نمرود تنسبونه إلى من؟ أنتم تنسبونه هكذا تقولون هو نمرود ابن كوش ابن حام ابن نوح طيب أولاد كوش يعيشون إلى ما بعد الطوفان ومنهم من نمرود يعيشون إلى ما بعد الطوفان بنحو أربعمائة وأكثر من أربعمائة سنة طيب هو ابراهيم على حساب سفر التكوين الاصحاح الحادي عشر يعيش يعني ولد وعاش من بعد الطوفان بنحو 352 سنه او 360 سنه على اقصى تقدير، فاذا يمكن ان يلتقي لانه الفارق يصير 40 سنه، هذا اذا اخذنا اقل التقادير، اقل التقادير بالنسبه الى عمر نمرود نقول 400 سنة عاش فقط و... وأقصى التقادير في ولادة نوح يعني إذا نأخر من هذه الجهة ونقدم من تلك الجهات هم يكون الفارق عفواً إبراهيم عليه السلام هم يكون الفارق أربعين سنة فإذا أربعين سنة والعادة الأنبياء يبعثون وهم أبناء أربعين فلماذا لا يكون هو الذي حاج إبراهيم في ربه ما المشكلة عمره أربعين سنة أدركه أدرك هذا الذي يسمى نمرود أدرك نوحا عليه أدرك إبراهيم عليه السلام وعمره أربعون سنة بناء على هذه الحسابات ما دمت أنت تعتمد على حسابات وتقديرات فليس لك أن تمنع الآخر من حسابات وتقديرات خاصة أنها أضبط وإلا تتساقط الحسابات كلها يعني كل منها يسقط الاخر وهو الصواب لماذا لان كتابكم ساقط ليس ضابطا لا يمكن الاعتماد عليه في تعداد الانساب وتعداد الاجيال وتحديدها ليس كتابا ضابطا ومضبوطا لا نستطيع ان نعتمد عليه اذا اهم شخصيه عندكم تختلفون فيها وانا اتذكر انه لدينا روايه يرويها العياشي عليه الرحمه في تفسيره هذه من رواياتنا انه كما قلنا يعني ابناء ذلك الزمان كانت اعمارهم اعمار طويله لذلك كانوا يدركون بعضهم بعضا فمن جمله ما ذكر هناك على ما ببالي أنه يوسف عليه السلام شوف يوسف الذي هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صحيح؟ يعني هم أربعة أجيال أربعة أجيال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين هذا يوسف دخل على نمرود وعلى ما يبالي الرواية تقول أن نمرود هذا كان شابا أربعمئة سنة أو خمسمائة سنة راجع الرواية في تفسير العياشي دخل على نمرود الذي كان صاحب إبراهيم يعني هو الذي حاج إبراهيم في ربه صار واضح ولما رآه نمرود لما رآه نمرود قال له كيف انت يا ابراهيم؟ لأنه شكله يشابه شكل ابراهيم عليه السلام. فقال: أنا لست ابراهيم، أنا يوسف بن يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم. هسا هنا قد تقول أيضاً هنالك إشكالات، كيف التقى يوسف بنمرود؟ ونمرود كان في العراق، أقول لك لا تغفل عن الرواية التي قدمناها في المحاضرة السابقة أو الدرس السابق. أنه جمعت الدنيا لأربعة ملوك اثنان مؤمنان واثنان كافران المؤمنان ذو القرنين وسليمان بن داود عليهم السلام والكافران بخت نصر ونمرود هذا فإذا هو نمرود ملك ملك لكل الدنيا ومن بينها مصر ما الذي يمنع أنه كان في رحلة إلى مصر يعني مصر تكون تحت مملكته مثل شلون لما كانت الخلافة العثمانية الخليفة الأعظم يعني الحاكم الأعظم في إسطنبول اللي كان يسموه إسلامبول طبعا ذلك الوقت وهنالك خديوي أو باشا أو شخص يعني ينوب عنه في ملك مصر ولما كان ينزل مصر يعتبر هو الذي هو الأعظم في كل الأحوال نعم ممكن أن يكون هكذا يوسف عليه السلام في مقتبل عمره مثلا بعدما خرج من السجن مثلا او قبل ذلك في بدايه شبابه خلينا نقول قبل ما مسأله السجن وما الى هنالك ادرك نمرود ممكن يصير ليس شيئا يعني عجيبا ليس شيئا عجيبا حسب هذه الروايه تقول لي كيف قال له كيف انت يا ابراهيم؟ الم يكن حاقدا على ابراهيم؟ نعم ولكن الروايات ربما على بالكم انه بعدما القي في النار ورأى ما رأى قال نمرود عليه اللعنه من كان يريد ان يتخذ الها فليتخذ الها كاله ابراهيم، لانه هذا خوش الله عنده، خوش اله عنده اللي هكذا انقذه من النار وبعدين بعد إذن طبعا واحد من حاشيته من السحرة قال لا هذا من صنعي أنا أنا الذي عزمت على النار أن تكون عليه بردا وسلاما فما استتم كلامه إلا ولسان من النار وقع على هذا الساحر أو على هذا العراف أو أيا يكن فأحرقه فارتعب نمرود وقال إذن أنفي إبراهيم أنفيه إلى خارج البلاد فقال خذ ماشيتك وخذ اغنامك اللي هي بالاصل كانت اغنام وماشيه واملاك ساره عليها السلام، هي كانت هي, هي كانت غنيه للعلم، هي اعطت ما لديها الى ابراهيم صلوات الله عليه. فقال خذ ما لديك يعني املاكك واطلع برا. اطلع برا. ف إبراهيم هم عليه السلام اعترض وقال إذا ردوا علي عمري أنا اشتغلت في هذه البلاد وتحاكموا إلى قاضي يعني نمرود وإبراهيم عليه السلام فالقاضي حكم قال إيه لازم تردون عليه عمره أيضا عرفتوا شلون هكذا صارت قضية فالمهم أطلق سراح إبراهيم عليه السلام بالنتيجة راح وعاش في البلاد فنمرود متذكر هذا على فرض كما قلنا اعتماد هذه الروايه وانه طال به الزمن حتى ادرك يوسف عليه السلام ليس بعيدا ليس هذا بعيدا ايا كان جماع القول ها هنا هو هذا انه هذه الشبهه ساقطه من وجوه الوجه الاول ان القران الحكيم اساسا لم يذكر اسم نمرود ويمكن رفع اليد عن اخبار الاحاد التي جاءت في التفاسير. سلمنا فان الاخبار التي في التفاسير وفي الاحاديث على طوائف ثلاث في تسميه الذي حاج ابراهيم في ربه منها ما اقتصر فيها الاسم على نمرود وفيها ما تعدى إلى نمرود بن كنعان وفيها ما تعدى إلى نمرود بن كوش ابن كنعان وعلى هذا فما هنا من تطابق بين هذا النسب وبين النسب الذي ذكر فيما يسمى الكتاب المقدس عند أهل الكتاب إذ هناك النسب عندهم نمرود ابن كوش ابن حام ابن نوح. وإذا عرفنا ان حاما وكنعان كانا اخوين فاذا لا يمتنع ان يكون الاخ قد سمى ابنه باسم اخيه وولد لهذا الابن ولد سمي بنمرود وكان هو الذي حاج ابراهيم في ربه وهو يختلف عن نمرود الذي ضبط في التوراه محرفه فاذا هما شخصيتان. سلمنا انه شخص واحد فنقول اذا ليس من نص في كتابكم على ان ما بين ابراهيم ونمرود 300 سنه كما تزعمون وانما هذه حساباتكم ولما نظرنا وجدنا ان حساباتنا ادق فانها تعتمد على معدل عمري موجود مستل من كتبكم ذاتها لا على معدلات اعمارنا الحاليه حتى يتم لكم ما اردتم. سلمنا فانه كتابكم لا يمكن الاعتماد عليه البته لانه متناقض متهافت اذ اهم شخصيه تعتقدون بها وهي شخصيه المسيح ابن مريم عليهما السلام أنتم اختلفتم واختلفت أناجيلكم في ذكر نسبه إلى درجة أنه تارة نسب إلى سليمان بن داود وأخرى إلى ناثان بن داود عليه السلام ثم كان الفرق في الأجيال حسب النسبين في متى ولوقا فرقا شاسعا ففي الأول ستة عشرون جيلا وفي الثاني احدى واربعون جيلا فاينما ذهبتم الباب امامكم موصد اذا ما اردتم ان تخدشوا في القران الحكيم هذا كتاب الله عز وجل الذي لا يتمكن مخلوق من ان يخدش به البته هذا وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم